الله الله يبارك. هيك ما رح يبين شيء من شيء، رح بلش خفف شيء من قدامي وبعدين بنفتح كيس ورا كيس. حبايب قلبي، اول شيء بدي اقول لكم الله يسعد لي كل اوقاتكم، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف ألف ألف خير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، وقبل ما نفتح بالغراض وفرجيكم انا شو جبت، بدي اتمنى لكل حدا فيكم ان شاء الله يا رب بيحقق كل شيء بيتمناه. قبل ما ينزل لي اي كومنت تحت بخانه التعليقات، بدي اتمنى ان شاء الله يا رب تحصلوا على كل شيء بتتمنوه. وبدي اقول شغله لكل ست بيت، اذا ما في حدا يهديك هدي نفسك، انت هدي نفسك، جمعي مصروفك فرانك ورا فرانك، نزلي على السوق جيبي لك هديه، ليكي حتى لو كانت طنجره، لو كانت مقليه. صدقيني هلا بتقولي يي غرض للمطبخ انا شو خصني، صدقيني بس تشتغلي بالمقلاية حتكون نفسيتك مرتاحة، فهي تعتبر هدية. اسمعي نصيحتي ما بتندمي. لفرجيكم أول شغلة، ليكو عند الأوتلت سيد منزل مقالي نوعيتهم خرافية، نوعيتهم رائعة. دايما بتسألوني يا ليلى طناجرك، مقاليكي، الصواني. ليكو انا بالنسبه يعني بحكم شغلي وبحكم انا الي هوايه بالطبخ وبالمطبخ، صار عندي نظره من اول وشو؟ وبالقلي لا انا ماني تبع قلي، ما جيب قليه المقليه هي يمكن اشوي فيها، اشوي فيها فطاير يا جماعه. مش بس القلي لا انا مش جماعه الشوي. في حدا يستعمل مقليه للشوي ولا شوي للشوي؟ انا بشوي بالمقليه. ليكو هاي المقليه حتعجبكم كثير. ليكو ليكم باين عليكم، شايفين كيف الجدار تاعها كانه صينيه، يعني كيف صويني الكيك اذا مبين عليكم صينيه. ليكم ليكم الفرق بين هاي مقليه نظاميه، بس هاي لا، هاي كانه صينيه بس الها مسكه مقليه كاسيرول او شيء. الصينيه هيدي مش كاسيرول، كاسيرول بتجي صغيره. ليكم الها مسكه من هون، هاي المسكه حديد وهي المسكه سيليكون، هي ما بتفوت على الفرن اكيد، بس شكلها مثل الصينيه، يعني انا فيني عاملها معامله الصينيه بس ايدها ايد مقليه، يعني فيني اعمل فيها كفته بالصينيه. بطاطا كزبره. بطاطا كزبره. معكرونه بالجبنه، يمي يمي. فهول المقليتين جبتهم لانه ليكي هيدي حمد. سويسري. صناعه سويسريه، فما بالكم. خليني افرجيكي على الكاميرا كمان. فرجيهم الماركه من ورا. ليكو حبايب قلبي يلي ساكنين باوروبا اكتبوا لي اذا بتعرفوها لهي الماركه. فهول هيدي هيك. اول غرضين انا جبتهم. بس هذا هيك شغله كثير تقيله مرتبه، عم اقول لك هيدي انا يعني لو ما حزرتها للماركه بس نظريا قفشتها استراتيجي. ليكو مع الايام انا حضلني استعملها معكم صدقوني، وراح تشوفوا اذا قلشت اذا انجرحت كله حيكون واضح قدامكم. لنشوف الكيس اللي بعده. اوه هون حرطيق كثير، هون اشياء جميله كثير، انا روح قلبي لحرطيق. وهذا هو الغرض يلي حكينا لكم عنه امبارحه، يلي هيدي طاير عقلي في، هلا بفرجيكم اياه بالاخر. ليكو هيك قصص انا بمحلاتنا ما بلاقي، هيك قصص اللي بترتب المطبخ، يلي بتعلقوها على الخلاط، بتحط الاسفنجه، فرشيه اللي بتفرشوا فيها المجلى، كثير اشياء مرتبه، يعني انا بس لاقي هيك شيء عند الاوتلت دغري بجيبه، لعمله يا جماعه بضاعته بتحسوها دغري بتخلص، بجيب من عنده الغرض بيكون عجبني، بدي ارجع اجيب منه ما بقى الاقي. فرجيني الصوره تبعتها. فرجيني عن قليل هيدي. الصوره كيف هيدي هي. ليكو شو زي هذا شو هذا؟ ما انا اللي جبته. هذا ما انا اللي جبته. ما هذا؟ هيدا ليلى مشان بس نشعل حطب. حتى ما نعاني. أمانة؟ إيه. واو هذا مهم. غاز عادي عادي. بتعبى غاز عادي يعني. هي كثير مهم هيدا. بس تشعلي فيه بيطلع نار قوية يعني. وبتشعل الحطب. مثل البابور هذا. شو حلو. إيه. وتشعلي الحطب فيه. ليكو شو جايب؟ هي الماركة إرنستو. هيدي الماركة بلاحظ إنه دايماً بجيب منها، وأنا جبت منها كثير أشياء وكثير عجبوني. جبت منها هيدا. شوبك؟ إيه شوبك ستانلي ستيل. يعني قديه انه منيح، ونوعيته من اللي ايدكم بتضل ثابته، يعني ايدكم من هون ما بيطلع لها بقابيق، هدول لما بتشفطوا البيت ما بيطلع لكم ما بيطلع لكم هون بوالين على كثر ما الايد بتنوجع، لا هي الايد بتضل ثابته وهي اللي بتتحرك. فوالله حبيتها وجبتها. وشو جبت كمان؟ ليكو لفرجيكم ورقه الزبده كمان، ماركتها محترمه. ليكو الورقه يلي عليها كيف مرسومه من هون، شو بتفرجيني؟ هو مرسوم علي انه محطوط عليها لحمه ستيك او شيء، وعم تنشب عليها.
كثير يعني انبسطت اني لقيت هيك شيء. هي عباره عن مثل مثل نايلون او شيء بس هذا ما بيحترق يعني ورقه زبده بس هذا مش انه يا ربي ما بيقلي لي ليكو انا كل فكري وحده تنجان ثلاثه واو ليكو وهيدي النوعيه ما بتحترق اكيد ما بتحترق ولا انه استعملتها مره وكبيتها لا هي مثل المره جبت هيدي مفرش السيليكون حطها بصينيه الفرن هي نفسها بس هي شكلها دائري فهي استعمالاتها يعني اذا ست البيت بدها تبالها الى الابد هاي على فكره فيك تقصيها تعمليها مربع لا لا انا على حسب الصينيين عندي انا بالنسبه للصينيين اللي عندي ليكو مثلا انا هاي صينيتي مثلا اذا حطيتها انا هون انه عادي بتضلها عادي بحسها كثير مناسبه فحبيت والله انه ثلاثه لانه انا عندي ثلاث صوينين تيجي تيجي خلينا نرجع ضبهم ترجع ضبهم ليه بدنا نرجعهم بلكي بدنا نرجعهم بلكي بس خلص تصير يعني ما هيك تخيلوهم اعوذ بالله وحياه الله فرحاني بكل غرض قد الدنيا ليكو هيك شغلات كمان هي الاشياء بنلاقيها عنا ما بقول لكم لا بس بنلاقيها باسعار واو ليش لانه هي الاشياء خاصه بال بمحلات الحلواني مثل ما بيقولوا اهلنا بمصر هي تبع الكيكه هذه الحلو فيها لانها ليكي مثل مصر مرقمه ايه اولا فينا نقيس فيها ثاني فينا نملس فيها مثلا كريمه وش الحلى البارد تنفعني ليكو جايب من هون الاشياء الكبجات العقول اهلنا بالعراق التشومشات التشومشات تبع الاكل مالت شفتير تشومشه هذا شفتي وين شفتي هاي تشومشه هاي تشومشه هاي بيشيلوا فيها الشوربه شفتير شفتي ما في شفتير الشفتير بتجي هيدي هاي هيك ارفع من هول وهي تبع السباجيتي هي تبع البطاطا هي تبع اللازانيا فنوعيتهم واو نوعيتهم السيليكون الاصلي شوفي صناعه وين انا اللي بعمل فرجيت ليكو هاي قال لي بتصفي البيض يعني لقيتها كثير رخيصه للامانه انا فيني صفي البيض بتشور البيض بس لقيتها كثير كثير رخيصه فجبت وحده الماني هذا الماني؟ ايه بضاعته كلها المانيه صح كله اوروبيه بالاحرى صحيح مين هي الجبنه اللي بنشيلها كمان؟ شوفوا حبايب قلبي هذا هذا شو هيدا؟ هذا تاع السلطه هلا الرجال بس يشوفوا هيك شيء شو بيقولوا؟ فازلك ما عندك معالق بس والله مهضومه مهضومه يعني تخيلوا هيك تحطوها هيك هيدي على الطاوله كيف تثبت؟ هيك توقف هيك على اساس ومنحرك فيها فحسيتها مهضومه والله وفيني استعمل هاي المغرفه هي عن جد فازلكي هي عن جد فازلكي لقيتها كثير رخاص قلت واي نوت هيدي بس اذا بتشيل كريب بكميه قليله عرفتوا انا كيف بفكر فيها؟ يعني هي للسلطه بس انا ما حاستعملها للسلطه، حشيل فيها كريب مثلا دلقه وحده، وهيدي لانها خشنه ما بتشيل فيها كريب دلقه وحده لا هي بعمل فيها اصابع زينب، وانتم بتعرفوا قد ايه بحب اصابع الزينب فرشتك والله العظيم لك هيدي عن جد يعني لها استعمالات اخرى عن جد اصلا ليكي انت ما شاء الله ليكي كيف بتفكري تزيني يعني ليكو هيدا شو نحن ناويين هلا ندهن بعض اماكن من البيت هذا التلزيق اذا حطيناه مثلا دير من دور الشباك اذا دهنا بندهن بنظافه يعني بيضل حرف الالمنيوم الالمنيوم الشباك نظيف ف بدهن بريحتي والله يا مرتي انا ما فكرت فيها انت ما شفت هذا شو والله عليك ما راح فرجيك شو انت ما شفته هذا شو اعطيني الاول هذيك هذوليك خلينا فرجيت ذكر لما مره رحنا نشتري بلبله بلبله الكريمه لا الاول هذا شو هذا لبيض بضل الصفار فوق والبياض بينزل قلت لهم انا ماني انه فيني مثلا بالبيضة طلع الصفار بس حسيت كثير رخيصه قلت ليش لا اعذب قلبي كل مره بدي اعمل كيك رح احطها ويلا بفقش البيض ويلا لانه زي كم مره لما رحنا نشتري تاع الكريمه قد ايه قلنا هاي بس هاي وحده من هاي قد ايه قلنا حقها مليون و800 الف هذيك هذيك ليلى شو وهي ماركه اوروبيه صناعيه هذيك لانه هاي صناعيه ليك شو كبيره ليك شو كبيره هاي صناعيه ليك ما شاء الله مش بس ليك هذي ليك اصلا نوعيتها واو قويه قويه شو رايك؟
لانه مره لما قعدنا نعمل ايه لما قعدنا انا وهيدي نعمل المشبك السوري البلبلة اللي عندي اياها انا صغيره فطلع المشبك رفيع فقال لي يا ليلى تاني مره جيب البلبلة عريضه بلبلة رحنا لنجيب البلبلة الراس الواحد بمليون و800 قلت له تعال نرجع على البيت المشبك الرفيع طيب من شو بيشكل نعمله فهلا لما لقينا البلبلة العريضه لا بنعمل مشبك تخين والله جاي عليها مشبك بدنا نعملها شنهار ليكو هذه كل شيء بيقولوا لكم اسمي قطر بحبوه كل شيء اسمه قطر هيدا غرض هيدي شيل هيدا خلصنا منه فهيدا فرجيكم اياه معه بس هون ليكو شو حفرجيكم هيدا رائع بيشفط السجاده شفط شو عم تعمل هدو عم جد بكي فيها ما فيها غاز لا بدك تعبيها غاز غير ما فيها ليكم على فكرة هيدا رائع لتنظيف حواف الكنبيات التخت تخط الولاد بتجنن رائع والله العظيم انا ما شاء الله عليه ما بعرف كثير شفتها قوي ليكم شكلها هيك مثل الصورة بس تتركب شايفين خلينا نجرب اياها جرب اياها لبين ما هيدي فتحت فرجيكم انا اشياء ثانية ليكي الحلو فيها هيدا كثير سهل تستعملها صح وزبط الاغراض طلع يا ليلى جاي عادي يحط قدامها وحتى فيها تيربو في محل تتعلق بالخيل شو بتصفط ليلى في محل تتعلق بالخيل ليكي حتى هاي تنحط لها رسام يعني في إلها محل ثلاث روس أربع روس في إلها محل تتعلق بالحيط لكن هي لا إلها إلها هيدي ما بتتعلق بالحيط هي هي على التشريج والله كيف بتتعلق بالحيط ليكو أحيانا هيدا شو هيدا محل بتتعلق بالحيط صح هذا هو مظبوط بيتعلق بالحيط ليه لانه انا جبت قبل هلا شيء بيشبهها بس نوعيتها ما بتشفط منيح يعني اذا شفت مثلا اذا حدا من اولادي دلق شويه سكر او ملح جيت لاشفطهم بيعلل لي قلبي بدي اروح شغل الهوفر الكبيره يلي بتشفط الكهرباء وانتم بتعرفوا انه نحن بلبنان ما فينا ندور الهوفر بكل الوقت بندورها بنهار مهمة واو وبتنافس على البراغي عن جد قوية لكن الحلو فيها الفلتر تبعها عبارة عن لك بقى لك هلا شو طلع شو صار؟ ما صار شيء بس أصلية انكسرت لا لكن أنا ما كنت حاطها منيح لكن هيدي تفضلي خلصة بس شو حلو شغلها شو بعدها بتشتغل ولا عطتنا عمرها لا ما لها علاقة هذه قطعة شغلها أصلية أنا صراحة جبتها ليلى كرمال السيارة أنت جبتها كرمال السيارة أنا جبتها كرامة البرادي حفة البرادي شو بيلموا غبرة وخاصة أنا بشتوي بحط برادي بسموها أهلنا بمصر حطيفة مخمل فكتير بلموا غبرة كتير رح يسهل علي الشغل لفرجيكم هون شو جبت هولي لحمام للضيوف يعني حتقولوا لي يا ليلى ايه انت جبتي قبل انا جبت هول لحمام للضيوف يعني طقم كتير حلوين اكرمكم الله سلة نفايات وهي تيع المحارن ليكو المحارن كيف بينحط بقلبها فكتير هيك بتعطي شكل مرتب وشكل حلو طقم حلو كتير عجبني وسعره كتير حلو يعني ما انه هالسعر الغالي اللي الواحد ما له قلب يشتريه نشيله نحطهم على جنب ليكو هيدا شو مهم هيدا لسه مهم اكثر بايام ال بفتحه ولا ديعان هلا افتحه لحتى دغري ترتبه هذا اصلا ليكو لفرجيكم ليكو كيف جاي هو برديه باب برديه انه انتم بدكم تفتحوا
يفتحوا الباب بس عتلانينهم يفوت دبان، يفوت برغش، تفوت حشرات، فهيدا بيتعلق على الباب، ما حافتحه لهيدي وخبص له اياه، بس لما بدنا نركبه رح فرجيكم اياه، انه بيتعلق وهيك بفوت الهواء بتبورده او بفوت الهواء وشو اسمه الحشرات ما بتفوت والغبره ما بتفوت. لا هلا هو الحلو فيه انه بس الواحد يطلع او يفوت بيرجع بسكر لحوله. بيرجع بسكر لحوله كمان؟ ايه مغناطيس بيطبق لحوله. هو مغناطيس؟ ترجمي؟ بنص مغناطيس عنا صحن؟ بسكر لا في اول انت ما بتعملي شيء بتطلعي عادي. بس احنا شو بصير؟ خلي هلا خلص هذه مسكر يا ليلى ضروري تجعلي فيه شيء مهم شغله مهمه. ليكو هون الميزان فرجيتكم يا دكتور، يعني قعدت فكرت ضربت اخماس باسباس يا عمي انا بعوزه والله بعوزه، يعني احيانا في اشياء مع انه انا دائما بعطيكم الوصفات بالكبايات لانه انا بعرف كثير 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 من ستات البيوت ما عندهم ميزان وانا ما بفضل فكره الميزان خلص بالكبايه لحتى كل الناس تقدر تعمل الوصفات، فجبت الميزان لإلي باحتياجات تانية ما خاصة بالوصفات اللي بعطيكم إياها، حسيته كتير مهم أحياناً بدي أعمل مربى، طب أنا قشرت الفويكة قد إيه طلعوا؟ نص كيلو كيلو، أحياناً في نوع فويكة بدها نص كيلو سكر سكر، طيب هيك بيساعدني رح حطه على جنب. بس بتعرفي هلا كمان شكله لونه حلو. لونه حلو إيه هيك إذا حطيته بغرفة الخزين شكله لونه حلو، لكن لفرجيكم على سيرة لونه. الله انا مغرومه بهول الطناجر اللي مصنوعين من حديد الزهر، كثير بحبهم وكثير الطبخ فيهم يا جماعه صحي وسهل وسريع، يعني ليكو وحياه الله فيكم تلعبوا فيه اثقال. فجبت هذا يلي لونه اورانج وجبت هيدا تفرجيكم، يا الله لونه لونه رائع رائع لونه، ليكو هاللون بجنن. هيدي بس انت اسحب الكرتونه الاحمر يعقد، اعطيني بس هي السيليكونه، ليكو هني حاطين هيك سيليكونات على الحافه سلم لي اياها شو صار هذا لحتى ما ينجرح من الغطا. شكرا. وعلى فكره قبل ما تضبوه بعد كل استعمال لازم لازم تنشفوه، ليكو ما اجمله ليكو حدا يقول لانه بيصدي اللي من هون، هيدي الاطراف اللي من فوق هي السوداء بتصدي، لازم ينشف منيح منيح بعدين تضبه، وقال بتيجوا بتلاقوه لونه اورانج مصدي. كثير مهم عن جد اذا بتحطوا فيها الفروج اضبط من الفرن وحياه الله مثل ما عم اقول لكم، بتحطوا الفروج حتى هيدا بيصير فروج، بتحطوا الفروج بتحطوه على الغاز، يعني ابو 20 دقيقة نص ساعة بتيجوا بتلاقوا الفروج فارط اللحم عن العظم، فارط على الاخر، كثير مهمين، يعني عم جمع القياسات والالوان يلي انا عن جد حببتهم، فكثير مبسوطه فيه ما بيأثر هول خليهم هون هيدي لانه نتقال. هسا شو في عندي بس هول رح فرجيكم هون بهذا الكيس، ما بعرف اذا بهذا الكيس كمان في شيء، حشكركم هلا. هيدا هيدا يلي مره سالتكم عنه، هذا بنظف المشوي فرش الظهر، فرش الظهر فيه ظهر هي حديد. ليكو من هون سكينه، شايفين كيف حبايب قلبي مشوية المنقل الفحم بتفرشوها خلص بتطلع خالصه. عن جد عن جد نحن بحاجه لهيدي كثير مهمه. لفرجيكم كمان، واو واو على الجمال، لا ما حدا يقول لي ما حدا يقول لي وعى. ليكو ليكو الالوان الحلوه، الله فايركسات قد ايه حلوين عن جد. هيدي انتم ليه ما بيعنيكم هيك قصص؟ انا بجمس شوف هيك اشياء للمطبخ خاصة هيك حلوين، وبتخيل لما بعمل الاكل فيهم كيف بيطلع شكله على الطاوله، كثير بحب هيك اشياء. ليكو جايين هن تنتين بتعرفي لا انت شايفين قياسها بالنسبه لايدي؟ نحن رجال ما بيعنينا الشكل، نحن بيهمنا نعبي هذا اللي موجود بقلبه هذا اللي ليكو هلا حتقولوا لي يا ليتا هولي لايش جبتيهم؟ هذا تاع الفرشاه مشان ما تجرح الايدين. جبت هول الاضاءات، شفتوا جايب منهم كثير للامان عند الاوتلت سايد، جبت منهم هول ال شو بيسموهم النباتات اللي عندي اياهم قدام البيت، الشجيرات الصغار، قلت على بالي لفهم عليهم وضويهم بالليل قد ايه بيطلع شكله حلو، هي الاضاءه هيك نوعيه من الاضاءه بيطلع شكلها كثير حلو. وجبت هيك اشياء كمان قلت بدي لفوا عليهم، ما بعرف هذا للامانه ما فتحته انا عنده. اوه شو هذا؟ هي كمان بتلف على الشجره بتطلع حلوه، هلا يمكن انا ما لفها على الشجره، يمكن زين فيها المستوالات عندي بالغرفه، بحط عليها فرق ابيض وزينها بهذا مثل المسرحه الذهبيه،
كثير حلوه. اخر شيء رح فرجيكم اياه يلي وين راح يلي هونيك راح. جبت بيت للعصافير. كثير انا عندي عصافير، لا عن جد هون ما شاء الله، هي هيدي انت ملاحظة قد ايه في عصافير؟ كثير في عصافير، فقلت رح جيب لهم هذا البيت، رح احط لهم بقلبه مي وشوية حبوب وبعلقه على الشجرة، منه تعتبر هي مثل صدقة جارية، أجر وثواب والعصافير بس حط في مي هذا وشكله حلو، لا بلا لا بلا ليك من هون هيدي أنا شفته بتفتح هيدا من هون، بتفتح هيدا الباب، بتحط لهم فيه هيك فنجان مي فنجان صغير هذا مشان الواحد مشان يتنظف بس انا برايي ما بينحط بقلبه يعني. اذا حطيت مي رح يوسخوا فيه ما هيك رح يقلبوه اكيد بس قديش بس هو العصفور بيجي بيغطي عليه جديد فيه وجبت هيدا كثير عجبني قلت شو هيدا؟ هيدا بينزرع فيه بدي ازرع فيه ليكو هيدا بيتثبت هيك بدي ازرع فيه حبقه وبدي احطها على شباك المطبخ هو صاير مثل كانه بحط ايه هدول بيتثبتوا هون ليكو هذا بيتثبت هون بيتثبت هون شايفين؟ هلا بيقعد هيدي بيثبت لي اياه هون جزاه الله الف خير وهي الثانية اتثبتوا يي ثبتوا اجرك حنرجع نقلبهم بعد شوي بس انه قد ايه حلو هيك الزرع فيه تخيلوا هون في هيك حبقة واو وهون على شباك المطبخ جميل جدا وهون هاي فرشية لنفرشي فيها فرشية سيليكون لفرشي فيها قلب صينية ملزق فيها شيء للجلي يعني سيليكون هذي حتى ما تجرح التيفال او شيء مثلا وهذا دهان فرشية دهان جبت فرشية دهان لاني ناوي ادهن شيء وجبت هولي للباب هولي بينحطوا تحت الباب مشان الباب ما ينطبش مهمين كمان هولي وجبت هولي الفراشة بس هولي الفراشة بنفرشي فيه هون قلب الاطرابيز بحطها احد فحبايب قلبي هول هن كانوا الاغراض بلا ما نحكي عن الغرض اللي بيحبوا طنشوا لا خلينا نعطيهم فكره عن يلا لانه عن جد عن جد اذا بصحتهم يجيبوه ما 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 يترددوا ابدا عن جد غرض محترم ويضرب له التحيه وحياه الله ليكو هذا لإله هي عباره عن اشرطه هيدا هيدا براد مش براد هيدا براد براد الليجي ايه يعني فريزر 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 عن جد؟ ايه فريزر براد ايه يعني هلا بيجمدوا؟ بجمد بجمد شو حلو ناقص 21 درجة تحت الصفر واو 21 درجة تحت الصفر بس رائع 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 يعني انا اذا بدوس ما له ثمن دايرها من اول ما بدور على السيارة هذا المدخل اذا بتنحط بالسيارة بدور عليه اذا واحد عنده مسافة طويلة رجل قليل رائع هلا بتلج انا بطلع بتلج صراحه رح تلج ايه لكن مصروف الكهرباء ليش ما بعرف انا هدول 76 كيلو وات مهمه عن جد مهمه ما بعرف ايش بتعرفوا نحن ليش بالسياره 15 لتر 15 لتر بالسياره ايه 15 لتر والله منيح يعني انا مثلا اذا رحت على الضيعه وجاي على بالي اجيب الدجاج من فوق او اللحم الجرديه من الضيعه قد ايه مهم اني اشتغل على السياره؟ طبعا واو اذا رحت بيكنيك مثلا سيران شي محل رحله عرفت كيف؟ نزلنا على بيروت حطيت فيها عصير لبن عيران شو حلو بارد هيك شبيب الشوب وكذا لا حبيت لانه في شتاء في شتي الشارجير الا في شتين في شتي تحط الكهرباء بالبيت اذا بدك تحطيها بالبيت تمام او بالمحل محل بدك وفي شيء اذا بدك تحطيها بالسياره محل الدايحة محل وعادي يعني اذا بنضل مثلا على الطريق خمس ساعات بتضل اللحمة مبردة تماما شو حلو مش مبردة تلجيجي مجلدة هلا افتحيها بعرف مجلدة ايه اطرافها مجلدة كثير مهمة وغير هيك بالايام العادية لانه نحن مثلا انتم صرتوا حافظين انه غرف النوم عندنا فوق والمطبخ تحت فالواحد بيحط فيها مي بيحط فيها عصير ماي بلا عصير انا هي فكرت فيها عن جد والله عظيم والله مهم انه الواحد ينزل لتحت مشان يشرب دمعة مي باردة انا احيانا في بلا بدي اشرب بس انا عايز اشرب مي باردة على فكرة هيدي بالشتوية بشرب من البراد بالشتوية لكن الحلو فيها لانها خفيفة وجاية حتى اقرب علي الشخص يلا قرب لكن كيف جاية؟ تفرجيكم قلبها من جوا شايفين قلبها حبايب قلبي هيدي هي حتى فيها تعليمات هون في تعليمات هون كل شيء قديش كل شيء بنحط له درجه حراره مثاليه حاطين فيها اوكي كاتبين هن بالفهرنهايت والسلس السمك العصير الببرونت الحليب اول شيء ببرونت الحليب لانه فريزر الوزنيه
يعني ما فيك تحطي انت على اللحمه وتحطي فيها مثلا شيء برضه ما لازم يتلج. والله مهمه. ايه لكن مثلا لكن هيك التلج بدي تلج؟ ايه مهمه. اوه رائعه، شايفين حجمها بالنسبه لايد هيدي؟ حط ايدك يا هيدي. ايه لسه لجوا لجوا، حط ايدك للاخر، شايفين؟ نعم كبير اسم الله. كبيره ما شاء الله. 15 لتر. الله يبارك. وهي الشاشه تاعها. ايه لكن هذه زائد وناقص. بيعطيك درجة حرارة هلا ناقص 9 مثلا لحد الفرن. والحلو فيها الغطا فيك تفتحيه من هي الميلة، فيك تفتحيه من هي الميلة. ايه افتحها من ثاني ميلة؟ شيلت كلها. اه والله. تحطيها هي الميلة هيك. حلو. عرفتي كيف؟ بتفوت من هون. تتركب عادي ليكو. بتتسكر. بتتسكر. ليكو حتى الماتيريال اللي مصنوعة منها كثير براد نظامي يا جماعة. والله العظيم هذا ما بيتفوت إذا بتلاقوا منه عن جد يا جماعة ما تفوتوه. والله هيدي مبسوط بالبراد وأنا مبسوطة بهول الطنجر. قديش حقه ليلى؟ خلينا نقول لهم قديش حقه من هلا. قول لهم قديش حقه من هلا. لا يقل عن 100 دولار. والله بيستاهل، طالما بينتقل معك وين ما بتروح. بتجيب معك لحمتك، بتضل بالساعات وهي شغالة يعني. براد، براد متنقل لك يا هيدي. أنت أحيانا ما بتقولي لي جيب معك من طرابلس مثلا لحمة. دجاج، لحمة، سمك. بعت الهم إنه ما في يتلهى على الطريق أبدا. صح. بدك تغذي على البيت فورا. منشان ما يدوب وما ينتزعوا. هيدا هو، هلا طبعا بتضل لك كل نهار برات البيت. أهلين. فرحت أنا كثير على أساس هلا. خايفة جيني أنا هيدا. لكن هو بس لا يوقع الترانس من ثاني جهه. هيك قالوا من هون بتحطي شويطه وبتحملي مثل الشنطه. من هون من هيك اثنين بتساعدوا فيها اثنين. وفي من هون ماسكه ايد. هي ماسكه هي هي خفيفه ما لها ثقيله. ايه صحيح، بس انه لحتى يسهلوا على الواحد شو اسمه. لكن لا من هون كيف بتجي هي هي في شتا. شفتي كل شتا هذا الادابتر تبعه؟ هاي في شتا نحطها في شيء بتنحط. ممتازة والله، بسيطة جدا وفعاليتها كثير كبيرة. لكن هلا صوت ناقص 8 لأنه فتحناه. بتمشي 13 فولت. أكثر شيء ناقص قد إيه بتصير هي هيدي؟ ناقص واحد ليكا ليكي ناقص 20. ناقص 20. إيه أدنى شيء ناقص 20. تمام. كثير مرتبة. إيه والله. يلا إن شاء الله حبايب قلبي تجيبوا كل شيء أنتم بتتمنوه كمان وتحققوا كل أحلامكم. وتجيبوا كل شيء قلبكم ونفسكم فيه. ومثل ما قلت لكم هول الغراض كلهم من عند الاوتلت سيد، عن جد عم بيجي لك. وهيدي شاهين الماء البارده والله العظيم شاهين. قبل شوي شربت. حبايب قلبي اخر شيء بدي اقول اني بحبكم كثير. ملتقي معكم على بكره باذن الله بنفس التوقيت. صحه والف هنا. ناقص 8 لازم يكون ناقص لازم يكون صفر. على فكره انا بقول بس نطلع مشاوير هذا البراد ما لازم ينزل من السياره، ما لازم يضل بالبيت ابدا، يروح معنا وين ما منروح. وحياه الله ما بقى نعتل هم شيء ابدا. لا لا قديش كنا عم نشتري ثلج كل ما نروح محل. ايي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 ي
اللحمه والخضره. الترمس اللي عندهم اياه كل الناس هذا الترمس اللي بيجي له حنفيه هلا فهذا خلص هذا هو اللي بيعمل لنا الثلج الحمد لله. لكن أنا حبايب قلبي بتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا بالفيديو معنا لليوم وانبسطتوا بالغراض مثل ما أنا انبسطت لأنه أنا بس شوف حدا عم يعرض لي غراض هو شاريهن ومبسوط فيهن صدقوني أنا من عندي بنبسط. وبدي أرجع أذكر حبايب قلبي أنه أنا ما عندي صفحة على الفيسبوك ليلى جواد فقط على اليوتيوب وفعلوا جرس الإشعارات لأنه في ناس ما عم يوصلها الإشعار أول ما عم نزل الفيديو. عم يقولوا لك أنه ما نزلتي فيديو امبارحة وما بعرف شو أنت كل يوم بتنزلي. أنا كل يوم بنزل يعني حبايب قلبي اللي متابعني دايما بيعرف انه انا كل يوم بنزل ففعلوا جرس الاشعارات للناس اللي ما عم ينزل عندها الفيديو يوميا. حبايب قلبي بحبكم كتير وملتقي معكم عبكرة بإذن الله بنفس التوقيت. باي.